معي من مأرب اللواء محسن خصروف، المحلل العسكري والاستراتيجي. نبدأ معك طبعا بطبيعة الحال بآخر تطورات على الأرض بعد هذا التقدم للجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف البيضاء. شكرا جزيلا. الجيش الوطني اليمني تقدم في محافظات كثيرة، البيضاء وفي صنعاء وفي مأرب وفي الجوف وفي تغامة وأيضا في شبوة. العمليات الجارية في البيضاء والتي نجح فيها الجيش الوطني في تحرير ديرية ناطع يعد عملا مهما وإنجازا عسكريا مهما على طريق تحرير البيضاء بالكامل. وهذه المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية على المستويات السكانية والجغرافية وعلى المستوى العسكري ستكون نتائجها مهمة، لأن البيضاء تتصل بخمس محافظات من ضمنها صنعاء، تتصل بصنعاء ودمار وإب والضالع وأبين وشبوة ومأرب، يعني محافظات ذات أهمية، وتحريرها يعني سيمكن من توسيع دائرة أو توسيع الرقعة المحررة من الأرض اليمنية. ستكون لدينا ست محافظات تقريبا محررة، هي الجوف ومأرب وشبوة وأبين وعفوا حضرموت والمهرة وبالإضافة إلى البيضة. هذه كلها مناطق تحتية للدولة الشرعية. إذا ما تحررت البيضة ستمكن من تغيير مسار العمليات العسكرية على مستويات متعددة. هذا العمليات الجاد. تفضل. طيب سيد محسن، في ما العوامل التي تساعد الجيش اليمني في التقدم؟ أمس كنا نتحدث عن موضوع اليمن وكان ضيفنا يتحدث عن أنه الطبيعة الجغرافية هي تقف لصف الميليشيات في هذه المعارك اليوم، خاصة من خلال الجبال التي تسيطر عليها. ما العوامل التي تساعد في هذا التقدم؟ أمس تحدثنا عن شبوة، اليوم نتحدث عن البيضاء. هذا الكلام غير دقيق، لأن الميليشيات الحوثية هم من اليمن والمقاتلون الذين يقاتلون من اليمن، وكلها مناطق جبلية. الجبال موجودة في مأرب وشبوة وأبين وكل المحافظات. اليمن كتلة متناثرة أو كتل متناثرة من الجبال في كل المناطق. والجيش الوطني اليمني مدرب تدريب عالي على خوض العمليات العسكرية في المناطق الجبلية والصحراوية. يعني مقاتلو الجيش الوطني لم يأتوا من بيئة صحراوية لكي تكون المناطق الجبلية صعبة بالنسبة لهم. هذا طبعا ليس صحيح، لكن الجيش الوطني ينتصر لأن لديه قضية وطنية كلها ولديه عقيدة قتالية واضحة ولديه تعليمات واضحة أيضا في الأهداف الاستراتيجية المرسومة له. ثم أن الجيش الوطني اليمني يتمتع بمعنويات عالية لدرجة يعني تقف متضائلة أمامها كل الإمكانيات المادية الضخمة. هذه المعنويات وهذا التقدم على الأرض، هل هو من أسباب ما ذكرته الوثائق السرية فيما يتعلق بالتصدع الكبير بين ميليشيات الحوثي؟ ميليشيات الحوثي لا يجمعها رابط محدد. يعني الحوثيون كطائفة أو شريحة من المجتمع اليمني، شريحة تتبنى أجندة إيرانية، أجندة مذهبية تتعارض مع واقع الحال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني في اليمن، أهدافها محددة جدا وضيقة جدا، تتمثل في محاولة فرض مذهب محدد، فكرة وعقبية محددة على مجموعة المجتمع اليمني. لكن الميليشيات التي تقاتل إلى جانبها هي ليست كلها تتمحور حول هذه الفكرة أو حول هذا الأمر العقبي، لذلك فإن يعني مصالحهم ليست موحدة. المصلحة الوطنية لا تجمعهم، تجمعهم مثل هذه الأفكار الضيقة ولا المشروعات التي تأتي من خارج اليمن. والمصالح ايضا الفرديه، هم طبعا عاصوا في الارض فسادا، نعم، على مؤسسات الدوله ونهبوا اموالها وافسدوا فيها ودمروا المؤسسات واشاعوا الفقر والتخلف والجور، نعم، والقتل والعمليه العسكريه. فمن الطبيعي ان تحصل هذه الصراعات في بينهم، ليسوا قوه متجانسه لا معنويا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا، فما يحصل بينهم هو امر طبيعي. ويعني قد نشهد عما قريب تقاتل في بين هذه الميليشيات داخل العاصمه نفسها.
أنا أشكرك جزيلا من المأرب لواء محسن خصروف المحلل العسكري والاستراتيجي.